كيف يبسط الله عز وجل لنا الأمل والرجاء في رحمته ونحن عن ذلك غافلون، ونحن لا نعرف قدر أنفسنا، ونحن نبيع أخرانا بدنيانا، ونحن نفرط في عمرنا، والعمر هو المكان الزماني، يعني المكان هو الظرف الزماني الذي نعمل فيه الصالحات ونتقرب إليه إلى الله عز وجل فيه من لدن صبانا أو بلوغنا أو يقظتنا القلبية إلى أن نلقى الله عز وجل. يا أيها الذين اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. شوفوا كيفاش تقربوا الله عز وجل. من تقرب إلي شوف الله عز وجل كيف يتحبب إلينا ونحن قلوبنا حجر. من تقرب إلي شبرا تقربت إلي باعا. غير باش نفهموا حنا اللي يعني غاصين في الماديات وفي الحس. يا تقربتي الله عز وجل شبر، واش الله عز وجل كاين في مكان؟ تنزه سبحانه وتعالى عن المكان وعن الزمان وعن هو خلق المكان والزمان. ولكن باش نفهموا حنا جيت تقربتي الله عز وجل شبر يتقرب لك باع، يعني تقربتي ليه بشويه يزيد يتقرب لك كثر، حبيتي شويه يزيد يحبك كثر، بدلتي مما امرك به ان تبدله يعطيك اكثر. لا اله الا الله.